ألف مبروك لجميع الفرق المشاركة، ألف مبروك الفوز. وطبعا أنا ما بقصد الفوز بالجوائز النهائية لأنه البطولة لم تنتهي بعد، ولكن أقصد بالفوز هو قدرة كل جريح فيكن على أن يصل إلى هذا المستوى لحتى يتمكن من المشاركة بالبطولة. فمجرد المشاركة هو بحد ذاته انتصار، هو انتصار رياضي، هو انتصار جسدي وبدني، وهو انتصار نفسي، انتصار الإنسان على نفسه، تفوق الإنسان على ذاته. لذلك مجرد أن يتمكن كل واحد فيكم أن يشارك في هذا النوع من البطولات فهو بحد ذاته تتويج، بغض النظر عن نتائج التتويج خلال البطولة. كنا عم نشاهد المباراة الحماسية بكل حماس وبكل فخر بكل واحد فيكم وبكل إعجاب بالمستوى التقني الرياضي اللي وصلتوا له، فكنا عم نراقبكم ونحن عم نشعر فعلا بالفخر وبالسعادة، وشفنا بشكل واضح ماذا تعني كلمة جريح قادر ومتمكن. نعرف انه برنامج جريح الوطن بيهدف للوصول لجريح قادر ومتمكن، لكن لم نرى اليوم شعار، رأينا تطبيق على الواقع. وهذا الشيء رجعنا بالذاكرة للقاءاتنا المختلفة مع الجرحى خلال زياراتنا في بيوت في القرى وفي المدن المختلفة في المحافظات المختلفة، استقبالنا للمتفوقين منهم، البعض تفوق في المدرسة وفي الجامعة، والبعض نجح في مهنته، والبعض نجح في تأسيس مشروع، ومنهم من تفوق في الأدب، في الموسيقى، في الفنون المختلفة، واليوم في الرياضة. قصة نجاحات متعددة في مختلف المجالات وحضور اجتماعي متميز، وهذا الشيء غير مفاجئ بالنسبة لنا، لأنه نجاحكم بمختلف المجالات هو انعكاس وهو استمرار لنجاحكم في القتال وفي الميدان وفي الدفاع عن الوطن. لذلك مهما اشتدت الحرب أو خمدت، سيبقى الجريح هو العنوان الأهم بالنسبة لنا والأولوية الأولى، لسبب أساسي إنه الجريح هو رمز وهو قدوة، هو رمز معنوي ولكن هو قدوة عملية. الجريح هو أنموذج بالوطنية، أنموذج بالإرادة الصلبة، وأنموذج بالروح المقاتلة اللي كنا عم نشوفها هلأ بالملعب، الروح المقاتلة والروح القتالية. هو مقاتل في الميدان في الحرب، وهو مقاتل في السلم، يخوض المعارك في مواجهة الإرهاب، ويخوض الآن المعارك في مواجهة الإحباط، والنتيجة كانت هو انتصار الإرادة وهزيمة الاستسلام. هذا الشيء اللي عم نشوفه نحن منكم اليوم. لما احتاجكم الوطن في معترك الحرب لبيتوا من دون تردد، ولما احتاجكم الوطن في معترك الحياة أيضا لبيتوا من دون تردد. الوطن بحاجتكم اليوم في حياتكم المدنية كأي مواطن فاعل ناجح ويقدم، وأنتم قادرين على تقديم، ولكن الوطن اليوم بيحتاجكم بشيء أكثر وأكثر أهمية، أنه بالنسبة لأن أنتم نموذج للإنسان الذي قهر المستحيل واللي بيقدم نفسه لأشخاص آخرين قهرهم الإحباط، بدل ما هن يقهروا الإحباط، الإحباط قهرهم. أنتم عم تقدموا نموذج بيقدم نور وضياء لأشخاص نفوسهم من جوا أظلمت، وهن ما عندهم جزء بسيط من معاناتكم، جزء بسيط جدا. أنتم عم تقدموا نموذج بالأمل لناس تمكن منهم اليأس، ونموذج من التحدي لناس سيطرت عليهم الهزيمة النفسية الداخلية. لذلك
نحن اليوم ما لنا موجودين، كنا بهدف نشجعكم بالمباراة. الحقيقة نحن هون لحتى نستمد منكم القوة والشجاعة. الشكر الكبير للجهود الجبارة التي يبذلها كوادر جريح الوطن. اللي أثبتوا فعلاً إنه جريحنا قادر ومتمكن عندما تهيئ له الظروف وتفتح له أبواب الفرص المختلفة، قادر أن يكون متقدم. ولذلك أنا أعتقد بأن ما رأيناه سابقاً وما نراه اليوم يؤكد بأن دعم هذا المشروع، وسندعمه إن شاء الله بشكل أكبر وهينعكس عليكم كلكم كجرحى بمختلف الجوانب، دعم هذا المشروع هو شيء أساسي لدفع تقدم الجرحى في مختلف المجالات المهنية والشخصية خطوات وقفزات إلى الأمام، مو بهدف أن يكون الجريح هو مواطن فاعل وناجح، لا، يجب أن يكون متميز بفاعليته ومتميز بما يقدمه لوطنه ومتميز بنجاحه كما كان متميز في المعركة.